قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. سامي، طلب مني الأستاذ صالح أمامكم جميعاً أن أراقب الفصل حتى يعود، فلا داعي لهذه الفوضى. أين هي هذه الفوضى؟ أنا أله قليلاً مع بدر. وها هو الحارس الرائع يمسك بالكرة. فواز محق يا سامي، التزم بالجلوس في مقعده. لا، لن أجلس ولن أسمح لأحد أن يتحدث معي بهذه الطريقة. أنا حر في فعل ما أريد طالما لا يوجد مدرس في الفصل، أليس كذلك يا بدر؟ بالطبع يا صديقي، بالطبع، ولكنني المسؤول الآن وأقوم بدور المدرس لأن الأستاذ صالح كلفني بذلك. إذن فبما أنك المدرس فلا أعتقد أنك تحتاج لحقيبة الطالب. نعم، وأنا أريد هذه الحقيبة. ولكنك بالتأكيد لا تريد ما بداخلها، فهي تخص طالباً لا يوجد في الفصل الآن. توقف عما تفعله يا سامي. أنا أريد أن أسعد صديقي بدر، فهذه الحقيبة تعجبه. ولكن هذه التصرفات لا تعجبني. لقد عدت بسرعة يا أستاذ. أغلق حقيبة فواز وأعدها مكانها. شكراً لك يا فواز لأنك حاولت أن تحافظ على النظام. أما أنت يا سامي وأنت يا بدر، هل ستعاقبنا؟ نعم، سأعاقبكما لأنكما لم تلتزما بالأدب مع الآخرين. أعدك يا أستاذ صالح بالتأدب من الآن فصاعداً. وهناك أمر آخر ينبغي أن تفعلانه، هل تعرف ما هو يا سامي؟ يجب أن أعتذر لفواز. أنا آسف، كنت فقط أمزح معك. هل ستقبل اعتذار صديقك يا فواز؟ بالطبع، إذا وعدني هو أيضاً كما فعل بدر بألا يكرر ما فعله. أعدك. وها قد تعلمنا درساً جديداً، من لا يتأدب مع الناس يخسر محبتهم، وإذا أخطأ أحدنا في حق أحد فواجب عليه أن يتوقف عما يفعل وأن يعتذر عن إساءته، ولأنكما وعدتما بعدم تكرار ذلك فلن أعاقبكما.